حقيقة كما أوضح متن الخبر الذي تناولته اليوم، فإن العقوبات الأمريكية أضحت تجدد بصورة اعتباطية لا تراعي المتغيرات ولا تراعي حتى الأسس المنطقية السليمة لتجديد هذه العقوبات، وبالتالي أصبحت مسألة تستدعي البحث عن طرق بديلة أو طرق أخرى لمجابهة تلك العقوبات. وإحدى هذه الطرق هو تحديها عن طريق زاوية حقوق الإنسان. فهذه العقوبات الأمريكية التي تجدد كل عام تنتهك كافة منظومة حقوق الإنسان التي يفترض أن يتمتع بها الشعب السوداني. وأول هذه الحقوق هي الحق في التنمية، فإن هذه العقوبات تؤثر على كافة مناحي التنمية في البلاد وتتسبب في تعطيل التمويل لمشاريع التنمية وتتسبب في تدهور الخدمات الصحية للمواطن السوداني بحرمان المستشفيات السودانية وبحرمان المواطن السوداني من التكنولوجيا الحديثة في العلاج، وتتسبب في حرمان الشعب السوداني أيضا من حقه في الحصول على المعلومة المجانية المتاحة في الإنترنت، كما تتسبب أيضا في حق الشعب السوداني في الحصول على تعليم نوعي يمكن أن يحصل عليه من الخبرات الدولية المتوفرة. طيب، لكن ما هو ردكم على المبررات التي تسوقها الإدارة الأمريكية دائما لتجديد هذه العقوبات؟ في تقديري أن الإدارة الأمريكية نفسها هي واقعة أسيرة لمجموعات الضغط التي تتبنى هذه العقوبات، وتجد نفسها لا تستطيع خروجا من الشباك التي نصبتها هذه المنظمات. والمطلع على الأخبار اليوم يلحظ أن الإدارة الأمريكية اليوم قد قررت أو تتجه إلى تخفيف العقوبات على إيران مثلا، ولكنها تستعد لحملة معقدة وحملة قوية داخل الكونغرس، لأن الكونغرس يخضع لهذه المجموعات، مجموعات الضغط. طيب، سعادة السفير، تحدث البعض عن ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه العقوبات، هل يمكن التعويل على هذه الناحية؟ والله هو أحيانا ما لا تستطيع فعله السياسة والمؤسسات الحكومية الرسمية تستطيع فعله المنظمات المجتمع المدني، وهنالك نماذج كثيرة لهذه الجهود التي نجحت في تحدي قرارات تفرضها، لأن القرارات التي تفرضها الحكومة الأمريكية هي قرارات ذات طبيعة أحادية وقسرية وذات منطق واهي جدا يمكن أن يتم تحديها. ف يعني لو كل منظمات المجتمع المدني نشطت كل في تخصصها في تحدي هذه القرارات وفي محاولة الدفع بمنطق قوي لتوضيح كيف تؤثر هذه العقوبات على أو كيف تنتهك هذه العقوبات حقوق الإنسان، أنا أعتقد أن بمقدورنا أن نخفف كثيرا من هذه العقوبات وبمقدورنا أن نوقف الكثير منها. أشكرك جزيل الشكر السفير بوزارة الخارجية حمزة عمر، شكرا لك.